حكم المقاطعة، المقاطعة قلنا هذه تابعة لمقاصد الشريعة، مسألة المقاطعة تابعة لمقاصد الشريعة. أنت تقاطع لما تقاطع؟ من أجل أن تعمل ضررا في العدو الذي يؤذي إخوانك، يؤذي أبناءنا وبناتنا. فإن كنت في المقاطعة بتؤذي المسلمين لا تؤذيه هو، فلا صح. يبقى احنا عايزين أصلا المقاطعة لها شقان، شق اقتصادي يقوله من كان عالما بالاقتصاد متخصصا، والشق الثاني في الفتوى. فإذا كان عالم الاقتصاد قال أنه لو البلد هذه قاطعت مثلا ماكدونالدز، قاطعت هذه المنتجات، هذا يوقع ضررا بالغا في اليهود الملعين، في من يعاونهم، فأنا أدين الله بأنها تكون واجبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يوم بدر إلا للعير يضرهم اقتصاديا، فلا بد خبير اقتصاد يقول بذلك. فإذا كانت تضر فصارت واجبة، وإن كانت لا تضر والضرر فيها طفيف ويرجع المردود في الضرر على المسلمين، يبقى إذن صارت محرمة. فالمسألة أن مسألة المقاطعة تابعة لمقصد الشرع، مطلب من مطالب الشرع، إن تحقق يصح وإلا فلا. هذه معنى هذا الكلام على يقول هل نؤجر على المقاطعة؟ كما قلنا الأجر على المقاطعة مرهون بأن هذا يضر باقتصاد الكفار. وأنا أفتي فتوى أتحملها أمام ربي، وأسأل ربي جل وعلا أن تكون موفقة وأن يغفر لي الزلات والسقطات والرهانات. لكن أقول كل من استطاع أن يضر هذه الأمة الكافرة الملعونة التي تسب الله ليل نهار، والتي قتلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود، فمن استطاع أن يضرها ولو بطرفة عين وجب عليه أن يفعل، وإن لم يفعل يأثم. أما من رضي بهم ويعني أعانهم وأعطاهم وقواهم، هذا أخزل منهم عند الله جل وعلا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم امين.